احتفاء بالنساء الشرطيات بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تخليدا لليوم العالمي للمرأة الذي هو مناسبة سنوية لتجديد الشكر والثناء لفئة النساء، تشرف المدير العام للأمن الوطني أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أطر وموظفي الأمن الوطني بأن يتقدم بأسماء عبارات التهاني وأصدق التبريكات لكافة نساء الأمن الوطني بمختلف رتبهن وأسلاكهن، متمنيا لهن استمرار التألق والسداد وموصول الصحة والهناء وموفور السعادة والعافية. وبهذه المناسبة يطيب للمدير العام للأمن الوطني بأن يعبر لكافة نساء الأمن الوطني عن خالص الشكر ووافر الامتنان لما يقدمنا من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة في سبيل ضمان أمن الوطن والمواطنين وتوفير الأجواء الآمنة للتمتع بالحقوق والحريات. مبرهنات دائما عن حس مهني عالي ومتحليات بخصال نبيلة ومهنية متميزة جعلت منهن دعامة قوية وركيزة أساسية في توطيد الأمن وتجويد خدمات الشرطية المقدمة لعموم المواطنين والأجانب المقيمين والوافدين. فالاحتفاء بالمرأة الشرطية وبالموظفات العاملات في صفوف الأمن الوطني هو تجسيد للعناية التي تحظى بها المرأة عموما، وهو أيضا تكريس للمكانة المتميزة التي تشغلها النساء في صفوف الأمن الوطني. بعدما ولجت المرأة الشرطية عن جدارة واستحقاق جميع التخصصات الشرطية وكافة المجالات الأمنية بما فيها تلك المطبوعة بالتحدي ومقارعة الصعاب والمخاطر، فالله أسأل أن يلبس كافة نساء الأمن الوطني أرضية الصحة والعافية، وأن يجعل التوفيق حليفهن في مهامهن الوظيفية وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية، مؤكدا لهن بأن المديرية العامة للأمن الوطني تعتز بكفاءتهن العالية وتتشرف بما يسدين من جميل العمل، ومجددا لهن الوعد بالعمل على مواصلة تحسين الأوضاع المهنية لأسرة الأمن الوطني رجالا أو نساء ورجالا، لأنها جديرة بذلك لما يقدمه نساؤها ورجالها من تضحيات وما يبرهنون عليه من أعمال جليلة في سبيل إرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة في ظل القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. بارك الله في عون سيدنا أمير المؤمنين وأبقاه ذخرا وملاذا لهذا البلد الأمين وخير سند وظهير لرعاياه الأوفياء، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عين جلالته بولي العهد المحبوب صاحب السمو الملك الأمير مولاي حسن وصاحبة السمو الملك الأمير الجليل لالة خديجة، وشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه للدعاء سميع وبالإجابة قدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكو ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.